الصديق أحمد الغازي ليحتفل فريق اتحاد الحرمة الشوف كما نكبر نعبر عن شكرنا وتقديرنا لكل من قبل دعوة الحضور من ممثلي مجلس جماعة بني وليد وسلطة محلية وكذلك كل مكونات المجتمع المدني ببني وليد جمعيات التنمية للطفولة والشباب جمعية أمل بني وليد للرياضة جمعية زراقة وديوان أعمال اجتماعية وضيوفنا الكرام الذين تكبدوا عناء السفر جمعية الأمل الرياضي من النساء طبعاً الشكر والامتنان الكبير والمذكور لزكية بني وليد عامة على دعمها الدائم والمستمر بشتى الوزارات التي قدمت لنا الأنشودة الثقافية أنشودة تعليق من السنة تتقدم للجائزة أو الشهادة التقديرية من اللجنة هلا
إذن هنا في هذه الأجواء الأخوية والروح الرياضية العالية التي بالمبدعين والفنانين، ولكن من يؤازرهم؟ من يشد بسواعدهم لإكمال الطريق؟ أتقدم سعد المسيدي لتسلم الجائزة. والآن يتسلم الكأس القائد الفريق الرجال السوري الذي يقدم له رئيس جمعية سنة بني وليد الرياضة الصديق أحمد الغازي ليحتفل باحتفالات جميلة وفرحة. إذن قائد الفريق اتحاد الحوم السوق الذي يتسلم الجائزة قائد فريق رشيد سباعين الملقب عند أصدقائه. مراد حكيم يسلم جائزة أفضل حارس لجمعية شعلة بني وليد للرياضة بجدارة السحاب بدر حكيم. فريق اتحاد الحرماء الشوف الشامبيون.